افتح شوي. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المتابعين، جيناكم في فيديو جديد وتحدي جديد، وفيديو راح يكون تحدي الدوم العراقية مع الفروج الوشمي. أصدقائي أتمنىكم شاهدوا المقطع إلى الآخر وفرجونا باللايكات، وأصدقائي أتمنى أتمنىكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس، والله يعطيكم العافية. أصدقائي فكرة التحدي لليوم مثل ما انتم شايفين، كل اثنين فريق، والفائز الخاسر راح يشرب من هاي الشطة. خلونا نبلش. بسم الله بسم الله بسم الله. شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، دوس اللايك والاشتراك. شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، شوف أصدقائي، شوف أصدقائي. زين خلينا نجرب هاي الشطة الحارة. والله نار. أصدقاء طبعا الفريق الخسران راح نعصر له بكوب من هذين الاثنين ويشربهن. أصدقائي الطعم رائع جدا جدا. شوف أصدقائي، أصدقائي بدنا تفرجوا المقطع باللايكات وتحطون علي لايك وتفرجوا باللايكات. ياي أصدقائي الطعم رائع جدا جدا. شوف أصدقائي، أصدقائي خلينا نجرب الصوص الثاني. أصدقائي عبيتنا الشطة والكاتشب. يا ويلي والله شكله نار. أصدقائي الطعم رائع جدا جدا. أصدقائي بس بالدوم العراقي، يعني يحب العراق. أصدقائي أسكب شوية شطة على هاي.
الصغار بطني قامت توجع من الحرورة. أصدقائي الطعم رائع جدا جدا. أصدقائي أكثر شيء عجبني هذا الصوص الحار. أصدقائي أحب الدرما العراق، أحب العراق، كل شيء من العراق. وينكم يا عشاق الفروج المشوي؟ أصدقائي طبعا الطعم رائع جدا جدا جدا. أنصحكم تجربوا الفروج المشوي مع الشطة الحارة. الدولمة العراقية أصدقائي شوفوها. تحياتي للعراق ولأهل العراق على الأكلة الطيبة. شوفوا أصدقائي، أصدقائي بطني قاعدة توجعني. أصدقائي مثل ما شايفين راح نفوز على أبطال التحدي وراح نخسرهم وراح يشربون من هاي الشطة. شوفوا أصدقائي عبيت الشطة مليتها. وأصدقائي مثل ما شايفين تغلبنا على أبطال التحدي. وأصدقائي مثل ما شايفين ما كمية قليل يعني، وهم عندهم كمية كبيرة وما يفرق بسيط بين الصحون. والحين صار دور العقاب. تعالي يا سيف، تعالي يا علي، اول واحد علي بده يشرب من هاي الشرب. دقيقة اصدقائي دقيقة، خلينا نجرب هاي الشطة الحارة احط معاها. افتحها شوي، افتح حزمك، كملها كملها كملها. يلا علي هالمرة تركنا، صار دورك يا عساف. ايش طعمي؟ أصدقائي أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس مثل ما شايفين. غلبنا على أبطال التحدي. إن شاء الله الفيديوهات القادمة راح يكون بتحديات أحسن، تحديات أقوى. والسلام عليكم. جرب الشطة أصدقائي لحالة. أصدقائي والله حارة ما أعرف شلون بلعوها. أصدقائي نار. يلا السلام عليكم أصدقائي.